أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بيانا أكد فيه أنه تم إحالة المتهم محمود نظمي محمد السيد قاتل نجليه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة مع استمرار حبسه. وقد وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لنجليه ريان محمود نظمي ومحمد محمود نظمي، فضلا عن اتهامه بتعاطي المخدرات. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من المتهم بتاريخ 21/8/2018 يفيد اختفاء نجليه أثناء اصطحابهما إلى الملاهي الكائنة بمركز ميت سلسيل محافظة الدقهلية، ثم تم العثور على جثتيهما طافيتين على الماء بفرع نهر النيل بمدينة فارسكور محافظة دمياط في اليوم التالي للبلاغ. وقال النائب العام في البيان: قد كشفت التحقيقات أو تحقيقات النيابة العامة عدم صحة ما سبق وأن أدلى به المتهم سالف الذكر من اختفاء نجليه، إذ اعترفا احنا هنا بنتكلم على النيابة العامة وبيان النائب العام عشان ما جرى على مدى الأيام الماضية من تضليل للرأي العام. تم تضليل الرأي العام، احنا دلوقتي أمام بيان يصدر عن النائب العام الأمين على الدعوى الجنائية محامي الشعب. هذا الرجل والنيابة محامي الشعب. قال إيه محامي الشعب؟ إذ اعترف المتهم محمود نظمي في التحقيقات بارتكابه واقعة قتل نجليه بأن قام باصطحابهما وإلقائهما تباعا واحد ورا الثاني يعني في نهر النيل من أعلى كوبري فارسكور، وعلل ذلك لإصابته باكتئاب حاد ولتعاطيه المواد المخدرة ورغبة منه في تخليصهما من مساوئ الحياة وما قد يلحقهما من عار بسبب سوء سلوكه وتبديده لثروته. واختمر ده كلام النائب العام في ذهنه فكرة قتلهما قبل الواقعة بعشرة أيام حتى وافته الفرصة لتنفيذ جريمته. وقد تأكدت النيابة العامة، خلوا بالكم الكلام ده تحقيقات النيابة العامة، وقد تأكدت صحة ما اعترف به المتهم اللي هو القاتل اللي هو أبو الاثنين ريان ومحمد محمود نظمي. النيابة بتقول: وقد تأكدت صحة ما اعترف به. يبقى هنا النيابة بتجيب الاستدلالات على الاعترافات، مش مجرد كلام قاله المتهم واعترافات في النيابة، لا، النيابة هنا بتقول كمان التفاصيل. تأكد ايه بقى؟ وقد تأكدت صحة ما اعترف به المتهم بتحقيقات النيابة العامة من خلال ما ظهر بمقاطع الفيديو. خلي بالكم الكلام اللي جاي، ما ظهر من مقاطع الفيديو المصورة من كاميرات متعددة. يبقى هنا بنتكلم على النيابة اعترافات وتحقيقات ثم كاميرات فيديو موجودة فين؟ من كاميرات متعددة مثبتة على طول الطريق. تاني، على طول الطريق من بلدة المتهم اللي هي ميت سلسيل حتى مدينة فارسكور. يبقى احنا عندنا هنا ايه؟ كاميرات على طول الطريق من بلده لحد فارسكور. بتقول ايه الكاميرات اللي النيابة تحفظت عليها وشافتها؟ النيابة قالت ايه؟ الكاميرات دي النيابة شافتها، انه المتهم ده خرج من بلده لحد فارسكور، مقاطع فيديو كاميرات صورته طول الطريق حتى مدينة فارسكور مكان ارتكاب الجريمة وفي توقيتات تتفق وتاريخ الواقعة كما قرر. ده مش كده وبس، يعني النيابة هنا كمان استدلال وبيان من النائب العام مستشار نبيل أحمد صادق
بناء على ما انتهت اليه النيابة العامة من تحقيقات. قالت ايه تاني؟ يعني عندنا دلوقتي الكاميرات على طول الطريق، طب ايه تاني النيابة قالت؟ استندت لايه؟ يعني عندك اعترافات رقم واحد للمتهم؟ طيب الاعترافات كافية؟ طب نروح نشوف حاجة تانية، نشوف كمان الكاميرات، هل في كاميرات مثبتة أو موجودة رصدته في حركته من بلده لحد فاروسكور، بلده في الدقهلية لحد فاروسكور في دمياط، هل في كاميرات رصدت الحركة دي ولا لأ؟ النيابة قالت أيوة في كاميرات، مقاطع فيديو شافتها، قالت إنه رصد حركته من كذا وإنها تتفق مع ما أدلى به من اعترافات في التحقيقات. طب حاجة تانية؟ نروح نشوف النيابة العامة قالت إيه في الحاجة التالتة. كما قرر بعض الشهود، يبقى هنا ايه تاني؟ بعض الشهود رؤيتهم للمتهم صحبة نجلي المجني عليهما في اماكن متفرقة تقع كلها في الطريق من 100 سلسيل الى فارسكور. طيب يبقى عندنا هنا ايه؟ النيابة العامة البيان المهم قوي اللي بتقوله النيابة العامة دلوقتي، انه عندها كمان شهود رؤية شافوا المتهم مع اولاده في اكتر من مكان تاني، في اكتر، يبقى في شهود ناس اشخاص غير الكاميرات شافوا المتهم معاه اولاده على طول الطريق من 100 سلسيل حتى دمياط فارسكور، فضلا عما توصلت اليه التحقيقات. تاني يبقى حاجة رابعة اهو، يعني النائب العام في البيان بيدينا اربع دلائل وجايز يكون في خمسة كمان لسه هنكمل مع بعض. الدليل الرابع، توصلت التحقيقات من رصد المحادثات التليفونية التي قام بها المتهم من خلال هاتفه المحمول والتي اشارت الى تواجده بالنطاق الجغرافي لمدينة فارسكور، فارسكور مكان الواقعة. يبقى كمان امبارح كنت انا بقول لكم على حكايه التليفون، ومسكت التليفون وقلت لحضراتكم الموضوع احنا واصلين فيه لحد فين في هذا الامر، لانه بيؤكد دليل مهم للغايه. يبقى النائب العام مره تانية بيقول لنا انه ما توصلت اليه التحقيقات من رصد المحادثات التليفونيه التي قام بها المتهم من خلال هاتفه المحمول والتي اشارت الى تواجده بالنطاق الجغرافي لمدينه فارسكور مكان ارتكاب الواقعه. يبقى هنا النائب العام بيقول لاربع ادله. الدليل الاولاني اعتراف المتهم. الدليل الثاني مقاطع الفيديو، واتمنى من النيابه العامه ان تفرج عن الفيديوهات. ثاني، اتمنى من معالي النائب العام النشار نبيل احمد صادق ان يفرج عن جزء من الفيديوهات التي ترصد حركة المتهم من بلده إلى فارسكور. أتمنى أن يفرج عن هذا الأمر وإعلانه للرأي العام، لأنه مهم قوي كمان مع هذا الأمر. إحنا بنقول أهو في فيديو بيقول المتهم بيتحرك من الحتة الفلانية للحتة الفلانية، بس كده بس كده، طبعا مش تشكيك، ولكن أيضا احتراما لهذا الامر ان احنا هذا هو كمان دليل من ضمن الادله اللي ممكن نعرضها للراي العام. مفيش يعني ده امر مهم كمان نؤكد هذه الامور للراي العام مره ثانيه. الثاني انه في شهود رؤيه في التحقيقات قالوا ان احنا شفنا هذا المتهم بيتحرك من الحته الفرنيه للحته الفرنيه معاه ولاده على طول الطريق اللي هو من بلده حتى فارسكور في دمياط. الثالث التليفون، وكنت امبارح بقول لحضراتكم التليفون ده بيرصد حركة حضرتك في أي مكان، طالما التليفون ده معاك في أي مكان موجود بيرصد حركتك، مش محتاج إنه قلت الكلام ده بشكل واضح امبارح.